الغير متعاونين بالخير. تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم إلى أن عدد الفرق التطوعية في الإدارات التعليمية 5600 فريق من نحو 15,000 مدرسة، قدموا خلال العام الماضي أكثر من 17,000 برنامج تطوعي نفذت في 140,000 ساعة تطوع. هذه الأرقام شاهد على الجهود التي تبذلها وزارة التعليم لترسيخ مفهوم العمل التطوعي في المدارس كعمل غير ربحي، وتنمية اتجاهات الطلبة نحوه لخدمة وطنهم ومجتمعهم. وفي وقت سابق دشنت وزارة التعليم مشروع التطوع في الميدان التربوي تحقيقاً لهذه المفاهيم، وأصدرت الدليل التنظيمية للعمل التطوعي في الميدان التربوي تجويداً للمخرجات وتوحيداً للجهود والإجراءات، وليشكل منارة يهتدي بها المشروع بما يتواءم مع توجهات المملكة ورؤيتها الطموحة، ويتوافق مع اللوائح المنظمة للعمل التطوعي. منه تعلمنا التسامي بيومنا. ويرى المختصون في التطوع أن وزارة التعليم ومن خلال مشروعها التطوعي ستخرج جيلاً يعي مفهوم التطوع ليساهم في رفع الناتج المحلي للقطاع غير الربحي إلى 5% في 2030. صار التطوع همنا وبتحت ظله لمنا، منه تعلمنا التسامي بيومنا. لعدسة عين عبد الله حامد، الرياض.